يقول إنني أصبت بمرض نفسي أثر على تعاملي وخاصة مع والدي، فلا أحسن أن آكل معه، وفي بعض الأحيان لا أتكلم معه، وأحيانا أخرى أتكلم معه بشدة ولكنه لا يراعي حالتي، وقد تأثرت حتى كرهت أن يلامس جسدي جسده في الصلاة لأنه يتعمد ذلك، وقد تعالجت وأنا الآن من حسن إلى أحسن، فهل علي إثم مما حصل مني وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان ما ذكرته من معاملتك مع والدك بسبب مرض نفسي أنت معذور في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. المرض عذر، والمرض العقلي أو النفسي عذر في ما حصل منك، ولكن بعد ما شفاك الله تماثلت للشفاء فإنك تحسن إلى والدك. وأيضا عليك أن تبين لوالدك السبب في كونك نفرت منه أو كونك تتضايق، عليك أن تبين السبب لذلك من أجل أن يعذرك في هذا، ولا تترك الأمر أمامه مجملا أو مجهولا من أجل أن يغضب عليك أو أن يجد في نفسه عليك، لأنك لم تبين له السبب. عليك أن تبين، ولا حرج عليك فيما حصل وأنت معذور والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.